اهلا بكم سيداتي وسادتي في الفيديو اللي خصوه للوداد بعد ما خصصنا فيديو البارح للاسلحه التكتيكيه للفريق ما بين صن داونز خصم الوداد يوم السبت المقبل. الوداد قبل هذه المباراه الحاسمه اهم مباراه في الموسم بالنسبه للوداد تهي عند اسلحه دماره واسلحه مهمه اللي اذا استعملتها احسن استعمال ستقصي صن داونز وتبرو الى النهايه ان شاء الله. سنرى كل الأسلحة بعد هذه الوصلة الإشهارية. قلنا البارح بأن ما بين صن داونز ما خصش تخلي له الإسباس، يعني ما خصش تخلي له المساحات، يعني خصك تالتيرني بين لا كوفيرتو دو زون ولا كوفيرتو أوم أوم، وما خصكش تخلي له اللاعب بين الخطوط، وما خصكش تخليه يقذف من بعيد. ولكن عنده نقائص خصوصا اذا طلعتي ريتم وما خرجش لي زيسباس واستعملتي الاسلحه ديالك اللي هي الضربات الثابته خصوصا العاليه، يعني الكرات العاليه. وسامبو تنظن بين منذ بداية الموسم بأنه في المستوى الكبير من ناحية الكرات العالية. الوداد عندها ريتم ديال عصبة الأبطال، عندها تجربة عصبة الأبطال، أن فريق تلعب نصف النهائي السابعة في 8 سنوات ماشي فريق سهل. وتنظن 4 ديال الفرق اللي بقوا عصبة الأبطال هما أحسن فرق ديال العشريات الأخيرة، ديال العقد الأخير، هما اللي فازوا جميع الألقاب ديال 10 سنين التالية. الأهلي، الترجي، ما ميلو دي صن داونز والوداد. الوداد فاز بجوج وضيعت واحد بسداجة في رادس اللي مازال واقف لي أنا في الحلق. ولكن كما كان الحال النتائج ما يمكنش تكون فقط صدفة. قبل ما ندوي على آلية الوداد نتكلم على مجيء السي محمد أمين بن هاشم كمدرب مساعد لفان دير بروك. كان واحد الساعة الكل كان يظن ان مو صن داونز هو اللي يجي، ولكن الدبلوم ديال مو صن داونز الحالي لا يخول له باش يكون منذ بدايه هذا الموسم كمدرب مساعد الوداد. وبالتالي الوداد فكرت في محمد امين بن هاشم اللي هو مدرب اول منذ 10 سنوات او 12، يعني اخر مره كان مدرب مساعد في وداد فاس مع مصطفى الحداوي ورئيس السبتي عبد الرزاق. وبالتالي واش عنده ذاك الصبر باش يكون رقم 2؟ رقم 2 معناه ان ماشي هو اللي تيقرر، هو فقط مستشار في القرار. ورقم 2 هو اللي تيعوض العائله وسط مستودع الملابس، وهو اللي تيصفي القلوب وتيحل المشاكل اللي يقدر يخلقها المدرب بالصرامه ديالو. وبالتالي هذه خاصيه تكون رقم 2. عادل السراج نجح مع فان دير بروك في الجيش لانه عنده هذه الخاصيات. تطلب الله باش امين بن هاشم يكون عنده هذه الخاصيات، لان من ناحيه الكفاءه لا احد يناقش كفاءه محمد امين بن هاشم اللي بين عليها بزاف ديال المحطات في تاريخه التدريبي. كما كان الحال تغيير المدرب قبل مباراه من هذا الحجم ماشي سهله، وسعيد الناصري كان عنده الشجاعه الكافيه باش يغير المدرب لان غاريدو ابان عن ضعف تكتيكي مهول في المباريات اللي قاد فيها الوداد. والان ندوزو الآلية ديال الوداد. تنظن الحارس مطيع ابان بانه حارس اهل الثقه، وعوض احمد رياض التغلاوتي احسن تعويض وكان في المستوى، ورجع له الفضل في التاهل الوداد لا في طنجه في كاس العرش لا ضد سيمبا بضربه ترجيحيه. كان عنده الفضل باش الوداد تربح بسهوله في المحمدي لان بوشتا كان يمكن له جوج لولا تدخل رائع ديال المطيع. يعني من ناحيه لا خوف على الوداد من ناحيه حراسه المرمى. في الدفاع الوداد ما عندوش بزاف ديال الامكانيات، يعني ماشي ما عندوش بزاف ديال الحلول. عنده ظهير ايمن واحد دوميتي، ظهير ايسر واحد في المستوى، عنده 4 اللاعبين يقدروا يلعبوا في وسط الدفاع، علما ان فرحان لا زال مصاب، بقاو 3 وزولا توا تصاب قبل من المباراه المحمديه في المباراه ديال سيمبا. وبالتالي تيبقى حل واحد في وسط الدفاع هو بن عياده،
هو ابو الفتح اللي لعبت الوداد في المحمديه، ابن عياده قويه على الرجل، مجرب، عنده تجربه وعنده كذلك قراءه مزيان للكره، تيعرف يتبلاصه. العيب ديالو الوحيد هو شويه ثقيل، ولكن هذا العيب الى وسط الميدان الدفاعي اللي خدم مزيان ما يبانش، ما يبانش هذا العيب. الى ما خدمش مزيان يبان، لان خصوصا ان المهاجمين ديال سان داونز صراع وصراع بزاف، يعني الا اذا يعني تشافى زولا ف 99% غيلعب ابو الفتح هو ابن عياده، وعلى اليمين العملود وعلى اليسار عطيه الله. تنتمنى الله باش نشوف عطيه الله ديال قطر، لان عطيه الله الوداد مازال ما وصل لذاك المستوى ديال عطيه الله قطر. صحيح ان ما كاينش الراقي، ولكن هذا الدور ديال محمد امين بن هاشم باش يديروا في احسن الظروف لهذه المباراه الحاسمه. العملود في الاختيارات الاخيره ديال غاريدو كانت يبقى في الاحتياط، وهذا خطا كبير، لان بهذه القضيه الوداد تضيع واحد السلاح هجومي مهم في شخص العملود، خصوصا ان ابن عياده اللي كتلعب على اليمين السرعه ديالو اللي تتبان اكثر، قل السرعه ديالو كظهير ايمن اكثر منها كمهاجم كمدافع اوسط. وتا من الناحيه الهجوميه ابن عياده ما عندوش ذاك لابانوبلي، ما عندوش ذاك الاسلحه كلها الهجوميه اللي عند العملود، وبالتالي تنظر الظروف المحيطه بالمباراه جعلت الدفاع هو اللي يلعب. دابا ندوزو وسط الميدان، يعني كنت دائما ضد غاريدو اللي تيلعب بجوج ديال وسط الميدان دفاعيين. في وسط الميدان كاين سته ديال الاختيارات ماشي اكثر، لثلاث اماكن سته الاختيارات، كاين جبران والحسوني والجعدي والداودي وحيمود واسماعيل المترجي. لا اظن ان المدرب سيجازف اسماعيل المترجي في مباراه اللي خاصها بزاف ديال العمل الدفاعي، لا اظن، لان اسماعيل المترجي هو الوحيد اللي قادر يعطي ذاك الكره فيرتيكال ويخرجك راس كراس الجول، ولكن ما عدا ذلك عنده مازال ما عندوش ذاك التجربه للدفاع وللضغط على الخصم اللي تقدر تكون عند اللاعبين الاخرين. حتى الحيمود مازال شاب، شحال مرة دافعت عليه، ولكن مباراة بهذا الحجم صعيب على الحيمود منذ أول دقيقة. يمكن الحيمود يدخل في وسط المباراة، يمكن كقطعة غيار في المستوى، ولكن باش يبدا المباراة صعيب. تيبقى عندك ربعة اللاعبين خصك تختار منهم ثلاثة، الجعدي والحسوني وجبران والداودي. تنظن جبران عنده التجربة الكافية وعامل الفريق، واخا مازال ما شفنا جبران بعد كأس العالم اللي تنعرفو، ولكن آن الأوان السي يحيى باش يخرج كل ما عنده في هذه المباراة، لأن هذه مباراة الحسم، هذه تنظن أهم مباراة في الموسم، وبالتالي أنتظروا من جبران شيء آخر على ذاك الشيء اللي بيناه منذ كأس العالم. الحسوني هناك من يناقشه، لأن الحسوني تيبان بأنه ما مركش بزاف، رغم أن الشوط الثاني ضد سيمبا كان في المستوى الكبير، كان أحسن لاعب في الشوط الثاني. فديك الساعات المدرب عنده الاختيار، اما يلعب بجبران بوحدو كسقاء ويلعب بالجعدي والحسوني كوسط ميدان هجوميين، ولكن يعني خصهم لابد يديروا ادوار دفاعيه في المستوى الكبير، علما ان في المحمديه واحد الساعه لعبنا بجعدي كسقاء. الجعدي بين بان كسقاء يقدر، رغم الخطا الفادح اللي داو اللي انتج عنده الهدف الوحيد للشباب المحمديه، ولكن في المباركة في المجمل في المستوى. انا اظن ان ضد مانويل سان داونز اللي خص المساحات ما يكونوش، الفكر الاول ديالي تيمشي للداودي وجبران وحدهم الحسوني، ولكن الداودي تيدير اخطاء كثيره اللي تستحق الانذار في مباراه مع لعاب سريعين بهذا الشكل. والداودي كان يستحق الطرد في المباراه ديال البطوله اللي قبل المحمديه، كان يستحق الطرد ضد الجيش الملكي. الحكم خطا داك لا هو ولا الفار في تقييم داك اللقطه، وهذا التخوف ديالي من داودي هو الاخطاء المتهوره، الاخطاء المتهوره ضد مع الحكم الليبي الشاب اللي تيسعى باش يبين المهاره ديالو، ما دوش
انا ما عنديش نهائي تخوف من التحكيم لسبب بسيط، لا الحكم الليبي ديال الذهاب ولا الحكم السوداني ديال الاياب مازال في الاول ديال الطريق ديالهم، ما يمكنهمش يتلاعبوا بالمسيره ديالهم والمستقبل ديالهم. دونك انا مأكد بان حتى كانوا اخطاء تحكيميه تكون غير متعمده نهائيا، وبالتالي التخوف ديالي من الدودي هو الانذارات والطرد، وهي تطرد اللاعب ديال الوداد ضد مغربي الصغار، تيقول بيا يولي الماتش صعيب وصعيب جدا. حتى جبران تقولوا لي عنده هذا قلب الدودي، وجبران تنظن الدرس اللي خداه ضد الهلال السعودي في كاس العالم الانديه تنظن يكون استفد منه، وما يقدرش يعود يجازف داك التهور ديالو باش ياخذ ورقه حمراء ويخلي الوداد بوحده. اذا انا اظن ان المدرب البلجيكي سيذهب الى جبران الجعدي والحسوني. الحسوني لا يناقش في هذه المباراه، موهوب وداك لا نونشالونس ديالو ما تكونش في هذه المباراه، لان خصو يربح هذه المباراه، مباراه صعيبه، وخصو يلعب الادوار الدفاعيه ديالو كما يجب. والجعدي في هذه المباراه الاخيره بعد العوده ديالو بعد ما تصالح مع غاريدو انذاك بين بان عنده المستوى باش يلعب في الوداد. فانا ماشي اكثر الجعدي جبران والحسوني اكثر من الدودي، لان عندي تخوف من الدودي فيما يخص البطاقات الصفراء والحمراء. في الهجوم الوداد كاين 6 لاعبين لثلاث اماكن، كاين اللاعب بوهرا اللي ابان على مستوى كبير منذ بدايه الموسم رغم ان كاين بزاف الناس ينتقدوه، بوسفيان في المباريات الاخيره خصوصا ضد سيمبا ما كانش في المستوى الكبير، العوده ديال اوكم خارج التغطيه، لافته هو ما عندوش تنظن الامكانيات باش يبدا المباراه، وكاين زهير مترجي، وكاين اللاعب نسيت سبيت انتيغرال، كاين اللاعب اللي كان تو مدابز مع غاريدو في اخر لحظه كان تم الصلح بيناتهم، وبابان في هذه المباراتين الاخيرتين او ثلاث مباريات الاخيره خصوصا المباراه الاخيره بانه في المستوى دابا يجي السميه ديالو. تسمحوا لي حتى ندير هذا الشيء تنسجل بدون اعاده. تنظن وسط الهجوم لا يناقش، وصامبو ويبقى حداد قطعه غيار، رغم ان حداد ديال الوداد ماشي هو حداد ديال الرجاء، ولان مازال ما تعافى من الاصابه ديالو بالشكل الكافي ومازال تيتخوف، وداك القوه ديالو في الالتحامات ما تتبانش انه تيتخوف من الاصابه. وبالتالي اوناجم اللي تفكرتو عنده حظ باش يبدا المباراه، لان تنظن سامبو وبوهرا ما يتناقشوش تنظن، ويبقى زهير المترجي جوكر، رغم ان زهير المترجي في مباريات السنه الماضيه كان حاسم في المباريات الحاسمه كلها، تيبقى الاختيار بين زهير المترجي وشكون يبدا المباراه. تنظن ابو سفيان ما يبداهاش لا هو ولا اللافي ولا اوك، بالتالي تشكيل الوداد بين هناك من يناقش جبران، ما نظنش يجي عميد الفريق مباراه بهذه الاهميه وتجلس عميد الفريق، لا اظن. جبران كما كان الحال عنده تجربه، لا هو الحسوني، تيبقى الاختيار بين الداودي والجعدي، وتيبقى الاختيار بين اوناجم وزهير المترجي، وتيبقى قطع غيار في المستوى الكبير، لا في وسط الميدان لا في الهجوم، في الدفاع ما كاينش قطع غيار. وهي كانت شي حاجه اللي خصها تفكر فيها الوداد السنه المقبله، هو دوبلي لي لاتيرو وتجيب ظهير او مهاجم مدافع اوسط في المستوى الكبير، خصوصا ما عندهاش 5 اجانب الوداد، عندها فقط 2 اجانب اللي تلعبوا 3، واحد ما تلعبش ولكن يقدر يرجع للمستوى ديالو اللي هو ولا فيه، باقي 2 بلايص موجوده في الوداد باش نجيبوا 2 لاعبين في مستوى الوداد. يعني المشكل في الوداد في السنوات الاخيره ما بقاوش يجيو لاعبين اجانب في مستوى الوداد، وبالتالي التشكيله ديال الوداد عندها اليات وعندها الاسلحه ديالها اللي تقدر بها تربح سان داونز، لان كلشي يقول لك سان داونز، سان داونز عنده نقائص اللي شرحناها وحللناها في فيديو السابق. تنظن بان فان بروك تنظن يكون قرا مزيان مابيلو دي سان داونز ويلعب على النقائص ديال مابيلو دي سان داونز. الوداد خاصها تلعب، ما تلعبش ما تلعب تلعب لا ريكونفيرسيون، خاصها تنجح في لا ريكونفيرسيون بحال اللي نجحت مع ريال مدريد مع سيتي، ما عندهاش
تنظن المدرب ذكي وما يبداش ويهجم على ما بيستنقصش، خلو المساحات، هذا سويسيد. بالتالي تنظن الوداد هيلعب ان بلوك ميديون مع غلق المساحات وغلق بين الخطوط، وكيف لا ريكونفيرسيون خص الوداد تطلع عليه وتكون رابيد. الا خداو كره في وسط الميدان خصهم اون دو تخوا توش يكونوا في الشبكه اولا. ثانيا بالنقائص ديال ما بين سان داوز، ضربات ثابته دفاعيا بالنسبه للدفاع ديالهم، وبالتالي تنظن لا اناجم لا يحيى جبران لا الداودي الخل عندهم، لا الحسوني كذلك تيعرفوا يضربوا الكفرات مزيان، تيعرفوا يهزوا لي بون سونتر لي سامبو اللي تنظن الا هزوا بزاف لي بون سونتر غيسجل ضد ما بين سان داونز. غلق المساحات، غلق ما بين الخطوط، عدم ترك الفرصه للاعبين ما بين سان داونز باش يقذفوا، والتحويل من الدفاع للهجوم يكون بسرعه فائقه، واللاعب على الضربات الثابته لا الزوايا ولا الاخطاء الجانبيه بصفه عقلانيه. الى الوداد قدوا ينضبطوا تكتيكيا وقدوا يديروا لا ريكونفيرسيون رابيد وقدروا يلعبوا على لي بالاريتي، ثقوا بيا النتيجه ستبهركم. وداك ما بين زنداوز اللي جايه، والحمد لله اللي ما بين زنداوز جايه وكل شيء تيظنها تربح بسهوله، هذا في صالح الوداد لان المنطق يقول بان الوداد هو بطل افريقيا ماشي ما بين زنداوز. وبالتالي والوداد اقصت ما بين زنداوز ثلاث مرات، الوداد عندها ان اسوندون بسيكولوجيك على ما بين زنداوز، ولكن حاليا الجمهور بصفه عامه والملاحظين والمراقبين تفكروا في المباريات الاخيره، وصحيح ان في المباريات الاخيره ما بيصدرش عمل على امكانيات كبيره او كبيره جدا، خصوصا من حيث السرعه والتقنيه واللعب في المساحه، لكن للوداد الياته. وانا مأكد من الوداد اللي نشوفه يوم السبت لا علاقه لها مع الوداد اللي شفنا ضد سيمبا لسببين، اثنين هو ان سيمبا كان واحد شويه التعالي لا في الذهاب ولا في الاياب، وكان المدرب متوسط جدا ان لم اقل ضعيف تكتيكيا. دابا المدرب ابان في الجيش الملكي لانه في المستوى تكتيكيا، والوداد لن يتعالوا على سان داونز، وبالتالي سيدخلون المباراه بالجديه اللازمه اللي جعلتهم من اقوى الفرق الافريقيه. شنو بقى؟ بقى نحضر راسنا من البطاقات البليده، اخص بالذكر لا جلال الداودي ولا يحيى جبران، خصنا نحضر راسنا من البطاقات البليده، خصنا نكونوا منضبطين دفاعيا منضبطين تكتيكيا لا بد، وخصنا نلعبوا على لي زاتو ديالنا، لي زاتو ديالنا هو لا كونفيرسيون رابيد ولي بازاريتي. والى الوداد كانوا منظمين وتبعوا هذا الشيء على الحرف، انا متاكد بانهم سيفوزون وبكثر من 1-0 امام مارينيو سانداو، ولكن كما كانت النتيجه ما خصوش يتفرك عليها، لان مازال ذاك البيت ديال الاكستيريو كوندو في افريكس كيبات هذه بلاده، لان اوروبا اللي معقل الكره بثلاثه، وبالتالي ما فهمش علاش لاكاف مازال مخليه، ان هدف خارج الميدان دابا داخل الميدان لا يعني شيئا، وبالتالي في غضم القانون اللي مازال ديال الهدف داخل خارج الميدان خصو يتفرك عليها في كازا، وبالتالي حتى 0-0 يمكن تكون نتيجه مهمه قبل مباراه العوده. الوداد عندها باش تبارك في بريتوريا، عندها 1-0 يكون احسن، 2-0 يكون اجمل، وبالتالي كلنا مع الوداد. الممثل الوحيد للكره المغربيه، بزاف الناس يؤكدوا على اللي تقول لكم بالتلفزيون، انا ما عمري في حياتي كان فريق مغربي لاعب افريقيا وما كنتش معاه 100% قلبا وقلبا، لان هذه القضيه عندي من بين القيم ديالي، ممثل المغرب هو الاول كيفما كان، كيفما كانت نوعية خصومتي معه داخليا. في وسط البطولة أنا نوتر بين الجيش والوداد، في الكأس أنا نوتر بين تبين الفرق، ولكن إفريقيا أنا 3100 ودادي هذا الأسبوع، و 3100 قلبي وجوارحي كلها من أجل انتصار الوداد، وهذا ما سيكون إن شاء الله بإذن الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، وليكن تهوى الوداد. شكراً.